هل الأمر ده لا يستحق إن المواطن البسيط قبل المواطن المثقف يقف قدامه ويقول الله، هو في خلال السنتين اللي فاتوا لما كان في أزمة القمح، ما كانش اسمها أزمة كورونا ولا روسيا وأوكرانيا، كان اسمها أزمة قمح، لأن فعليا هي أزمة القمح، حصل أي نقص لرغيف عيش من رصيد حد من المواطنين في أي فرن في خالص؟ حصل في 2005 و2000 كلنا فاكرين جدا، كان في ناس بيموتوا بعضهم على الأفران. طوابير العيش. طيب في ظل كل هذه الظروف والإغلاقات والصعوبة الشديدة جدا في الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول والاقتصاد الإقليمي ما شفناش، هل الموضوع ده جاء زي ما بيقولوا كده بالصدفة؟ لا، واضح إن في إجراءات. يعني ده عشان رغيف الخبز يكون موجود، البلد عملت 5 مشروعات قومية عشان تحافظ لك على ملف اسمه القمح، بس 5 مشروعات، توسعات أفقية وزرعت فيها خضر وفاكهة وزرعت قمح، يمكن لأول مرة في تاريخ مصر يتزرع قمح في الصحراء، كان لا يمكن. يقول لك محصول غير اقتصادي، يزرعه زيادة التكلفة عالية في الصحراء. البلد دفعت فلوس وزرعت القمح، 150,000 فدان في توشكا وفي شرق العوينات وفي مستقبل مصر لوحدها 60-70,000 فدان اتزرعوا قمح، طلعوا مليون يا استاذ يوسف، طلعوا مليون طن زياده. وليه وانا عندي كام مليون عشان اطلع مليون طن زياده؟ ده رقم كبير جدا، يعني طبعا يعني مئات الملايين من ولا مليارات الارغفه موجوده بسبب هذه الزياده. في النهايه زي ما بقول لحضرتك، كل دي مشروعات قوميه كبيره جدا. هو برضو السؤال المهم اللي اي مواطن يساله، بنسمع عن محطه معالجه مياه الصرف الزراعي في المحسمه اللي هي بتطلع مليون متر مكعب في اليوم، وفي بحر البقر بتطلع 6 مليون متر مكعب. دلوقتي انا شغال على الحمام. الحمام 7.5 مليون متر مكعب. هتبقى اكبر محطه معالجه. ما كانت اكبر محطه كانت بحر البقر. بحر البقر. انا بنافس نفسي في ايه بقى؟ هو انتوا بقى ما وراكمش غير اكبر محطه، اكبر ما هو اكبر محطه. اكبر محطه دي هتطلع ايه؟ هتطلع مع احترامي يعني، هتطلع اضواء والعاب ناريه ولا بتطلع ميه نستصلح بيها الصحراء؟ فانا بتكلم على اطول نهر صناعي في العالم موجود في الصحراء الغربيه، اللي هيغذي منطقه الدلتا الجديده دي كلها، اللي هي موجوده من الاف السنين بالمناسبه، دي الصحراء موجوده من الاف السنين، اللي هيغذيها، فبالتالي هقدر اتوسع في الرقعه الزراعيه اكتر من دلوقتي، وفي الحاله دي هيحصل تسارع كبير جدا في اضافه الرقعه الزراعيه. انا بقول لحضرتك، وده ان شاء الله هيكون وعد رباني مش وعد من بشر بإذن الله، في خلال سنوات قليله موضوع الدلتا الجديده، عشان كده اسمها الدلتا الجديده العملاق، 2.4 مليون فدان، ده اللي هيعمله في اقتصاد هذا البلد وفي ملف الامن الغذائي بالتحديد كتير جدا، بس مش ببلاش، بمليارات المليارات وبصبر وبتعب الناس.